السلام عليكم، معكم نوال من إسطنبول. اليوم إن شاء الله كنتواجدوا في منطقة أورتاكوي اللي كتواجد في بشكتاش على الطرف الأوروبي لمضيق البوسفور في مدينة إسطنبول. أطلق عليها منذ القديم لقب منتجع السلاطين، والمقصود هنا بالسلاطين العثمانيين. خليكم معايا إن شاء الله، غادي نعمل معكم جولة هكذا باش نكتشفوا هذه المنطقة، نشوفوا المعالم التاريخية ديالها، وان طبيعة الحال غادي نكتشفوا الأكلة الشهيرة اللي معروفة بها منطقة أورتاكوي. ويمكنكم الوصول إلى أورتاكوي من السلطان أحمد عن طريق ركوب ترام تي واحد للوصول إلى محطة كاباتاج، ثم ركوب الباص 22 أو 25 أو والنزول في محطة كاباتاج ليزيزي، ومن منطقة تقسيم عن طريق ركوب الباص تي 40 أو تي 42 والنزول في نفس المحطة. أو يمكنكم أيضا ركوب الحافلة رقم تي بي 2 من محطة السلطان أحمد إلى ميناء كاباتاج، ثم استقلال الحافلة رقم 22 من ميناء كاباتاج حتى الوصول إلى أورتاكوي. كما يمكن كذلك المتابعة مشيا على الأقدام حتى الوصول إلى رصيف أورتاكوي. وبالنسبة الطريقة كيفاش حنا وصلنا لمنطقة أورتاكوي، حنا اليوم كانت عندنا الجولة ديال البوسفور، وبعد ما سلينا الجولة ديالنا نزلنا في ميناء بشكتاش المشهور راكم عارفينه. ومن نزلنا من الميناء خدينا هاد الشارع هذا كيف كتشوفوا، اللي على طول ديالو إن شاء الله في النهاية ديالو غادي نوصلوا الرصيف ديال أورتاكوي. يعني الطريق سهلة كانت جدا، كيف قلت لكم يعني الإنسان اللي كيكون عنده واحد السفر لتركيا ضروري ما كيكون سطر البرنامج ديالو هكذا باش ما كيضيعش له اليوم وكيستفد من اليوم ديالو بكامله. دابا غادي نخليكم تشوفوا وتكتشفوا هاد الشارع هذا اللي في النهايه ديالو ان شاء الله غادي نوصلوا الرصيف ديال أورتاكوي. وعند الوصول سيجد محب التسوق مبتغاه في هذا الحي، خصوصا في بازار أورتاكوي الشعبي الذي يتضمن عددا من البازارات، يعني الأسواق التي تعرض التحف والهدايا التذكارية وغيرها. كما ترون هنا توجد العديد من التذكارات التي يمكنكم أخذها للأحباب أو حتى لأنفسكم لماذا. كيف كتشوفوا هنا هذا الشخص هذا المحل ديالو كيبيع هاد الاجندات او المذكرات، يمكن لكم تشريهم هكا بالحرف ديال الاسم ديالكم ومكتوب فيهم اسطنبول كيف كتشوفوا، ويقدر في نفس الوقت يزيد الاسم الشخص اللي بغيتوا تديوها ليه بالضبط
يعني كيعاود يطبع لكم الاسم ديالو، ما كياخدش وقت طويل، فقط واحد الخمسة دقائق تيطبع بهذا الآلة كيف كتشوفوا، وفعلا كتجي زوينه وذكرى رائعة جدا، يعني حتى الثمن ديالهم مناسب جدا. كم دابا؟ 90 ابتسام. واخيرا كما ترون وصلنا الى ساحل أورتاكوي الذي يحتوي على العديد من المقاهي والمطاعم المميزه التي توفر اشهى الاطباق والمشروبات المختلفه في جو رائع جدا. وحي أورتاكوي إسطنبول يعتبر من أهم مناطق السياحة في تركيا، حيث يعود ذلك لجمال المنطقة الساحر وكثرة المعالم السياحية بها، وأيضا العديد من الفنادق المميزة والخدمات السياحية الرائعة من مطاعم وفنادق وأسواق شعبية، وأيضا بالإضافة إلى إطلالتها المباشرة لمضيق البوسفور ومجاورتها لجسر البوسفور أيضا. من أهم المعالم التاريخية بالمنطقة مسجد أورتاكوي الذي يقع على مضيق البوسفور ومقابل جسر البوسفور مباشرة، شيد بأمر من السلطان عبد المجيد في عام 1854 وهو أحد السلاطين العثمانيين. وافتتح المسجد لأول مرة للعبادة في عام 1854 ميلادية، وقد بني على نمط باروكي مذهل، وهو مثال رائع للعمارة العثمانية. ويمكن للزوار أيضا الاستمتاع بالجو الرائع وخاصة بجو الوقار بالقرب من المسجد، وخاصة عند غروب الشمس، لأن المسجد له إطلالة رائعة جدا على مضيق البوسفور. وعند زيارتك لهذه المنطقة لن تشعر بالوقت وأنت تتجول فيها وتشاهد جمالها، لا سيما أسواقها ومحلاتها التجارية التي تحتوي على العديد من المنتوجات التي يفضلها السياح، حيث التحف والهدايا والمشغولات اليدوية. حيث يعتبر سوق أورتاكوي أو السوق المفتوح كما يسميه البعض من أشهر البازارات والأسواق الشعبية في مدينة إسطنبول، والتي تقدم السلع والمنتوجات التركية بأسعار متميزة. وفي أورتاكوي للطعام نكهة مختلفة،
فبينما أنت تتجول ستصادفك العديد من المطاعم والمقاهي التي تقدم من الطعام ما لذ وطاب، ولعل أشهر وجبة يمكنك تناولها هي الكومبير التركي الشهير، وأيضا الشاي التركي المميز والسميت، بالإضافة إلى الذرة والكستناء المشوية من عربات الباعة التي تنتشر هناك. ومن أكثر الأمور التي تجعل منطقة أورتاكوي مميزة هي إمكانية الجلوس أمام المضيق، حيث تتوفر هناك المقاعد والكراسي، فيمكنك شراء وجبتك وتناولها في هواء المضيق الجميل في تجربة فريدة لن تنساها. Seni gördüğüm zaman gün neden tutulur? Seni gördüğüm zaman güller evinde kurulur. Seni gördüğüm zaman gözlerine kımda dünyalar benim ol. Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm. أورتاكوي هو شارع البطاطا أو شارع الكومبير، حيث تشتهر المنطقة الرائعة بأكلتها الشعبية الفريدة الذي يضفي عليها طابعا خاصا. وعلى ساحل أورتاكوي توجد الكومبير، وهي عبارة عن بطاطس مخبوزة بالزبدة والجبن وإضافات أخرى، ويجب عليك أن تتذوقها إذا حضرت إلى هنا، حيث يمكنك أن تأخذ الكومبير وأن تجلس على الكراسي التي توجد على طول الساحل وتستمتع بإطلالة البوسفور والتأمل بالطبيعة الساحرة بجانب المسجد الأثري الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 100 عام. ويمكنك أيضا الاستمتاع بالموسيقى الرائعة التي يعزفها الفنانون الذين يتواجدون في هذا المكان. الفيديو عجبكم ما تنسوش تخليوا له لايك وفعلوا زر الاشتراك، هكذا باش يوصلكم كل جديد ديالي. دابا ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء، وما تنسوش لزرتوا مدينه اسطنبول اكيد ما غادي تجيو لهاد المنطقه لانها فعلا منطقه ساحره جدا ورائعه. كنتمنى لكم السعاده والصحه والسلامه، وتنقول لكم الى اللقاء وانتظروني في فيديو قادم، ومع السلامه.